فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق امرأته ثم تزوج بأخرى، فهل أولاد الزوجة الجديدة محارم لزوجته المطلقة ولأمها؟ محارم لزوجته المطلقة، أما أمها ما لهم بها صلة. نعم، أمها بالنسبة للزوج الذي طلق، بالنسبة للمطلق تبقى محرما طول الحياة، وأما بالنسبة لأولاده فليس لهم علاقة بها، ليسوا محارم لها، إنما هم محارم لزوجته المطلقة فقط. نعم.